هل انت شايف يا نصر انه اصابه الشناوي واصابه محمد ابو جبل تخلينا قلقانين من ان اداء محمد صبحي او محمود جاد لو ايا كان مين اللي يدخل نبقى قلقانين ولا لا، رغم انه اهميه الشناوي وجبل لكن محمد صبحي قدها؟ مش عايزين ننسى ان صبحي عنده تجارب قبل كده، لاعب منتخبات الموسم الماضي كان موجود في الاتحاد السكندري، شارك تقريبا معظم المباريات وظهر بشكل ودلوقتي مع فاركو. قوي، ودلوقتي مع فاركو بيشارك وتم تجهيزه بشكل محترم. يعني صبحي شغال على الجانب النفسي وشغال على الجانب البدني، ولكن هي الازمه مش ازمه صبحي بس، يعني كان عندنا قبل كده عمر كمال وابدع وتالق في مكان بيشارك فيه لاول مره، عندنا عبد المنعم نفس الامر، عندنا تشكيله النهارده فيها 7 لاعبين بيلعبوا لاول مره امم افريقيا وكانوا قادرين ان هم يظهروا بشكل قوي. محمد ابو قوي. جبل عندنا بادئين ابو جبل، مصطفى محمد، مرموش، السوليه، عمر كمال، فتوح، محمد عبد المنعم، السبعه بيلعبوا لاول مره فقط، صلاح وحجازي والنني وايمن اشرف اللي شاركوا قبل كده. فكمان عندنا القايمه بالكامل فيها 9 لاعبين فقط اللي شاركوا في في 18 ما شاركوش قبل كده، في 18 ما شاركوش. فالتجربه نجحت معانا اول مره ونجحت تاني مره، ده لازم يدي مؤشر ان الجانب النفسي ماشي عندنا بشكل كويس. لعيبه بتشارك لاول مره مش بس في مباراه، لا يعني اجواء امم افريقيا مع صعوبه اللي حاصل مع الجائحه وكل الامور دي، في النهايه خرج عندك لاعبين شاركوا لاول مره صحيح واثبتوا وجودهم. فاعتقد ان محمد صبحي هيكون هو الثالث بتاعهم. والحقيقه النهارده يا نصر وهو داخل، نعم، محمد صبحي داخل ضحك ابتسم، وده دليل انه هو هادي الاعصاب جدا بالظبط، يعني ومعناه ان هو مش فارق معاه، يعني يدخل ضاحك بيضحك في ماتش المغرب والموضوع صعب وهتقعد نص ساعه ممكن يبقى فيه ضغوط وتتعامل الموضوع انه ضحك، فده معناه ان انت من جوه مظبوط، يعني جاهز للمهم. بجانب جاهزيته كمان هو شاف تجربه قبل ايام، تجربه ابو جبل اللي هو نزل وقلب الدنيا وظهر بشكل رائع وكان سبب مباشر من صعود المنتخب. هنا هروح لنقطة قد تكون فرعية ولكن مفصلية، عدم تواجد عصام الحضري على دكة البدلاء. صحيح. انت كنت في امس الحاجة ان هو يكون موجود بداية من المباراة اللي فاتت. يعني هو عندي كل مباراة مش موجود. انا عندي لاعب مصاب الشناوي وبلعب بحارس بديل، يعني بعض الشيء لسه ما عندوش الخبرات اللي عند الشناوي، كان ضروري وجود عصام الحضري على الدكة. انا في النهاية محلل أداء، أنا محلل أداء ممكن يقدر يعمل شغله من المدرج، إنما عصام والجانب اللي النفسي سواء أنت تنزله بقى في الفواصل، أنا بنزل بين الشوطين أو بنزل وأخرج تاني، لا مسموح. يعني ده عصام، يعني أنا مستغربها كمان، يعني هو عصام ده لا وعصام نفسه أكيد مستغربها على فكرة، وأكيد يكون عايز يلعب، ده مش عايز يكون موجود بس على الدكة، فدي لازم يبقى فيها إعادة نظر. الجانب بتاع الإصابات أو غيره احنا مش عايزين ننسى نقطة مهمة ونغفلها، هو تلاحم المباريات. يعني احنا لعبنا 30 دقيقة زيادة، النهارده بنلعب برضو اكسترا تايم، فتلاحم المباريات. لو قبل البطولة كان عندنا السلية بالظبط ما لعبش أول ماتش برضو عشان الإصابة، كانت مع النادي الأهلي في السوبر أعتقد.